تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والتي تمتد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك. تهدف المبادرة لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%. يبحث المواطنون عن سلعة ذات جودة عالية وسعر مخفض، وهو ما توفره المنافذ المقامة في إطار المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والمقامة منذ 15 من شهر مارس الماضي وتمتد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، حيث يأتي البعض أسبوعيا لشراء احتياجات المنزل بتخفيضات كبيرة. أنا على طول باجي هنا، يعني ممكن في الاسبوع باجي 3-4 مرات، كل 3 ايام 4 ايام لما الحاجه تخلص اجي اخذها. سعرها حلو عن بره، طبعا ارخص من بره بكتير فعلا. انا اشتريت في اول يوم رمضان حاجات رمضان كلها، وجيت في نص رمضان اشتريت، واللي خلاني باجي كل مره الحاجات كلها هنا رخيصه. مد المبادره بشكر عليه الريس وربنا يخليه، ان هو بيخلي الحاجات رخيصه احسن من بره، واللي عاوز يجي يشتري من هنا، كل حاجه رخيصه هنا. المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع المتنوعة بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%، وبمشاركة كبار الموردين والتجار والسلاسل التجارية. أول اهتمامات المبادرة تنفيذ تعليمات السيد الرئيس بضخ كمية كبيرة جدا من المعروض في الأسواق، وأيضا توفير منتجات بأسعار مناسبة للمواطنين وأقل عن مسيرتها في الأسواق. الأسعار مخفضة جدا، وكل المنتجات الأساسية اللي بيحتاجها المواطنين من سلع استراتيجية وكلها متوفرة في المعارض الحقيقة. وجود الشوادر في حد ذاتها للجمهور والمستهلكين ده بيدي رسالة للناس كلها ان احنا موجودين معاكم. احنا موجودين بخصومات كبيرة جدا جدا في السلع الغذائية. السلع الغذائية متوفرة، احنا كده كده موجودين في القوائف اللي هي المتحركة وفي جوي كل السلاسل، بنمد كل سلاسل بالسلع عشان تبيع المنتج بسعر التكلفة لكل المواطن المصري. المبادرة ساعدت معانا كتير ان خفضت الأسعار بنسبة كبيرة قوي، عملت التزام في السوق، ما عندناش مشاكل خالص، السلع متوفرة بكميات كبيرة، القوافل معانا سيادتك بقينا نتحرك بيها نوصل للقرى، الأماكن اللي كانت أشد احتياجاً غطيناها بكميات كبيرة. قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية والمنافذ تشارك في هذه المبادرة، وفرت كميات كبيرة من السلع الأساسية بالتخفيضات المعلن عنها، وهو ما يؤكد هذا الحجم الكبير من المعروض أمام المواطنين. ومع نجاح المبادرة ومد فترتها إلى نهاية عيد الأضحى المبارك، انضمت سلاسل تجارية جديدة إليها، ما ساهم في توسيع قاعدة المعروض من كافة أنواع السلع وزيادة منافذ البيع. احنا الحمد لله قدرنا نوفر السلع الأساسية للمواطنين، سلع غذائية كاملة، يعني الأسعار، المنتجات، الجودة، قبول على الجمهور رهيب على السلع بسبب الأسعار والجودة. كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية اللي تبنت مبادرة كلنا واحد لفخامة رئيس الجمهورية، واحنا كتجار كلنا فخر ان احنا نشارك في المبادرة دي. احدثت المبادرة منذ اطلاقها توازنا في اسعار السلع بخاصة الاساسية في ظل ما تشهده الساحة العالمية من تغيرات تؤثر على اسعارها، لكن وجود المبادرة ساعد المواطنين على شراء ما يلزمهم من احتياجات باقل تكلفة. مبادرة جميلة جدا جدا، واذا كان بتدل ان الدولة بتشتغل من فترة على المبادرة ديت وعلى نتيجة ان مخزون السلع يبقى عندنا في الدولة المصرية يعني متوافر حتى في الأزمات. احنا 110 مليون، فتخيل حضرتك مدى احتياجاتنا للسلع الغذائية ال 110 مليون. تمام؟ فإن الدولة تحسش ان في أزمة جامدة والسلع متوفرة، ده مش عاوز أقول لحضرتك إنجاز عالمي. المبادرة من ساعة ما استمرت من 15/3 هي مستمرة لغاية دلوقتي، موجودة بأسعار ما حسيناش بالغلاء اللي موجود. أسعاره كويسة جدا جدا جدا، والحمد لله يعني هي خف علينا حاجات كتير قوي بصراحة في المبادرة، يعني بنجيب منها كل حاجة، والحمد لله يعني بنشكر سيادة الرئيس على اللي هو بيعمله عشاننا بصراحة. يعني المبادرة دي بتشجع ناس كتير إن هي تنزل وتجيب وتشتري، والحاجة يعني موجودة متوفرة وموجودة بكثرة. وتستمر مبادرة كلنا واحد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ونجحت وما زالت في تحقيق هذا الهدف. تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في 15 من شهر مارس الماضي برعاية رئيس الجمهورية تؤكد على النجاح الكبير الذي حققته هذه المبادرة في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة
تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60%، وتتواصل هذه الفعاليات لتلبية مزيد من احتياجات المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.